البداية إذن من تونس، حيث اعتبرت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس أن تزامن الاحتجاجات في عدد من مدن البلاد يعبر عن معاناة المواطنين واستشراء الفقر والبطالة، محذرة من انفجار عام ومن انهيار للوضع الاجتماعي والسياسي. واعتبرت الجبهة تفاقم درجة الاحتقان الاجتماعي لدى عموم المواطنين ينذر بانفجار عام وبانهيار الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد، وأن التعويل على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قاصر عن حل الأزمة، بل أنه يتسبب في مزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين ومن نسب البطالة والفقر في ظل وضع اجتماعي وسياسي متوتر. لمناقشة المشهد التونسي أرحب بضيوفي، أرحب بضيفي هنا في الاستديو السيد جلال الورغي الكاتب والمحلل السياسي، أرحب بضيفتي أيضا السيدة لمياء الخميري الأمينة العامة لحزب حراك تونس الإرادة وعضو الهيئة التنفيذية لجبهة الخلاص الوطني من تونس. أهلا بكم ضيفين على هذه الحلقة. أبدأ معك سيد جلال الورغي، بداية ماذا تقرأ في تصريحات جبهة الخلاص الوطني؟ شكرا سوسن. في تقديري أنه التصريح لجبهة الخلاص الوطني في الحقيقة يعكس حالة من القلق المتصاعدة في تونس من قبل ليس فقط الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، وإنما في الحقيقة الجميع في تونس اليوم ينظر بقلق للمشهد، خاصة وأن الأزمة ينعطف فيها السياسي على الاجتماعي على الاقتصادي، هنالك حالة عامة يعني سمتها الأساسية الغموض المجهول في ظل وضع اقتصادي متردد، وضع اجتماعي يتدحرج بسرعة يعني ومتسارع باتجاه التأزم أكثر فأكثر. هنالك غياب سوسل لكثير من المواد الأساسية من السلع من السوق التونسية، وهو أمر غير مسبوق في الحقيقة في المشهد التونسي. إلى جانب هذا النظام الحكم نظام انفرادي يفرض الأمر الواقع، ليس هنالك مؤسسات تراقبه، ليس هنالك مجلس نواب مثل ما نعلم هو مجلس نواب ملحل تم إلغاؤه بالقوة القاهرة، وبالتالي فكل هذه الأوضاع في الحقيقة التي ينعطف بعضها على بعض تبعث على القلق، لأنه عندما تكون هنالك أزمة ولكن يكون هناك مجتمع مدني فاعل وأحزاب سياسية يمكن امتصاص واحتواء تصريف تلك الأزمات عبر حوارات عبر تعبيرات سلمية، ولكن عندما يتم تغييب كل الوسائط المجتمعية تصبح الدولة تتصرف في وضع يعني عارية أمام المجتمع والمجتمع عارية أمام الدولة، فنستطيع أن نقول أنه تصبح هنالك الخشية قائمة وواردة جدا من انفجار اجتماعي لا يتضمن أي ضوابط ولا حدود. هل هناك استشعار فعلا لتحرك الشارع جراء الاحتقان الذي تحدثت عنه وفي ظل غياب أيضا الطبقة السياسية بشكل واضح، هل هناك استشعار لهذا الوضع الجديد أو مشهد جديد في تونس؟ نعم سوسن، أنت يعني خلال الأسابيع الماضية وحتى الأسبوع الأيام الماضية القليل الماضية شهدت العديد من المناطق في تونس احتجاجات اجتماعية تطالب بتحسين الظروف الاجتماعية، احتجاجات على غلاء الأسعار، احتجاجات على غياب مواد أساسية. أحيانا مواطنون في تونس في مشهد غريب يتزاحمون من أجل كيلوغرام من السكر في مشهد في الحقيقة عبثي يعني وضعت فيه السلطة المواطنين بطريقة لم يعهدها المجتمع والرأي العام التونسي، وبالتالي هنالك عوامل الغضب والاحتقان والتوتر تتراكم شيئا فشيئا، وهذا في الحقيقة مخيف مثل ما قلت سوسن في ظل أنه ليس هنالك وسائط حقيقية بين الدولة والمجتمع من أجل تصريف هذه الاحتجاجات وهذه المطالب عبر وسائط مثل منظمات وأحزاب سياسية. أشرك معي السيدة لمياء الخميري عضو الهيئة التنفيذية لجبهة الخلاص الوطني من تونس. أهلا بك سيدة لمياء، يعني ما الخطر الذي تستشعره جبهة الخلاص سيدة لمياء في ظل هذا الاحتقان الواضح جراء الوضع الاقتصادي في الشارع التونسي وتغييب الأحزاب السياسية بشكل كامل؟
نعم، شكرا لكم على الاستضافة، مرحبا بكم أهلا وبضيفكم الكريم وبكل مشاهدي قناتكم المحترمة. إذا جبهة الخلاص وكل الأحزاب تقريبا والمنظمات والعارفين أو المنشغلين بالشأن السياسي التونسي كانت حذرت من انفجار الوضع في أي لحظة، باعتبار أن كل المؤشرات تؤكد أننا قادمون على انفجار للوضع الاجتماعي، وهذا ليس تخمينا أو رجما بالغيب، بل إنما ننطلق من معطيات واقعية لها أصل ثابت في الواقع. نرى مقدمات لغضب ولاحتجاج ولتذمر للشعب التونسي. المقدرة الشرائية كما يعلم الجميع أصبحت يعني مهترئة، وايضا هناك ندره للمواد الاساسيه في تونس. نحن نتحدث اليوم عن نقص في ماده الحليب، في ماده الزبده، في ماده الخبز، القمح، في ماده السكر. اذا هذه الندره لم تطل فقط المواطن يعني التونسي البسيط، وانما ايضا كل الصناعيين والتي تشتغل بهذه المواد. إذا أمام هذه الوقائع المادية الملموسة التي نراها مرأى العين، كنا حذرنا في جبهة الخلاص الوطني بأننا قادمون على وضع يعني منفجر، وسوف تنطلق يعني الحناجر الغاضبة. طيب يعني سيدة لمياء، نعم، يعني كيف يفهم اتهام الرئيس قيس سعيد لخصومه بالوقوف وراء نقص المواد الأساسية، وأن يعني إنكار للوضع الاقتصادي أو مأساة الوضع الاقتصادي في تونس، وكما يرى من وجهة نظره أن الأمر مدبر لإسقاطه؟ نعم، هذا دأب الرئيس قيس سعيد منذ أن قام بانقلابه يوم 25 جويليه، هو دائم الهروب إلى الأمام ولا يريد أن يعترف، هو في حالة إنكار دائمة، هو يتبنى نظرية المؤامرة ونظرية يعني كما يقول هو الخيانة، وأن كل الشعب يعني ضده، وأن هناك من يتآمر ضد حكمه، وهذا في الحقيقة غير صحيح، باعتبار كما قلنا وأن هناك مؤشرات مادية موجودة على الأرض، يعني نقص يعني انعدام ميزانيه. نحن اليوم في شهر سبتمبر، لا وجود لموازنه عامه للدوله، لم يناقش ميزانيه، صندوق النقد الدولي تقريبا الحوارات او المناقشات معه تكاد تكون يعني متوقفه، كلها يعني كما قلت معطيات ومؤشرات ماديه. طيب. الجميع يعلم ان الندره وان عدم توفر المواد الاساسيه انما سببها هو الشح في المواد الماليه، هو سببها ان الدوله تقريبا مفلسه او شارفت على الافلاس، اننا لم نمتلك يعني سيوله لشراء حاجيات هذا الشعب ويعني توفير نعم. مستلزماته اليوميه. الوحيد الذي يرى عكس ذلك هو الرئيس قيس سعيد، وهو يبرر كمان يعني نعم. تعودنا بخطاباته أنه هذا مدبر وأنها مؤامرة، هو دائم الإنكار ويعيش. طيب. أشرك معي يعني السيد جلال الورغي. سيد جلال، يعني في ظل هذا الوضع الاقتصادي القائم، الكثير من الأحزاب أعلنت أنها ستقاطع الانتخابات، هل هو قرار صائب بإتراك يعني أو بترك الساحة مفتوحة أمام مؤسسة الرئاسة لتتصرف كما تريد؟ هو عملية سوسن في الحقيقة. صحيح أن الأحزاب السياسية أعلنت مقاطعتها للانتخابات القادمة التي يزمع أن تنظم في شهر ديسمبر، ولكن في الحقيقة أنه قيس سعيد هو الذي استبعدها من السباق الانتخابي، لأنه بعد أن فرض دستور كتبه بنفسه وفرضه على الرأي العام، رغم أنه لم يحصل سوى تقريبا على حوالي 22% و23% من أصوات المشاركين في التصويت، ويمكن عشر الشعب التونسي. إلى جانب هذا فرض قانون انتخابي يعني بطريقة يعني فوقية، لم يتم استشارة أي جهة، سواء منظمات أو جمعيات أو شخصيات وطنية، لم يشرك أي جهة، وإنما وضع
قانون انتخابي ويريد الجميع أن ينضبط إليه، بل هو في الحقيقة استبعاد مضمن، لأنه إلى حد الآن لا يعلم تعلم هذه الأحزاب حتى إذا كان يسمح لها بالمشاركة، خاصة والقانون الانتخابي لا يشير بأي شكل من الأشكال إلى مشاركة الأحزاب أو قوائم الأحزاب أو مرشحي الأحزاب، وبالتالي عمليا هو الذي أقصى الأحزاب السياسية. هذا سوسن يجعل فعلا عوامل الاحتقان التي أشار أو الانفجار التي أشار إليها جبهة الخلاص الوطني عوامل في الحقيقة تتفاعل وتتراكم، وهي أن يكون هنالك وضع اقتصادي واجتماعي صعب، فقد يكون هذا مفهوم على الأقل بالحد الأدنى لأنه هنالك صعوبات اقتصادية في العالم جميعا، ولكن عندما تعطي في هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي البائس المعبر عن فشل في التنمية وفشل حكومة نجلاء بودنة التي عينها قيس سعيد، أن نعطف هذا الفشل الاقتصادي والاجتماعي على يعني إغلاق الحياة السياسية والتفرد بها والسيطرة عليها يجعل كل الأوضاع ملائمة لوضع يعني يكون منفجر، وردة فعل ستكون عنيفة لا يضبطها أحد ولا يؤطرها أحد، وهذا هو الخطير. وبالتالي الأحزاب السياسية في الحقيقة حاولت، بل الكثير منها أي داوة وقف مع سعيد في انقلابه، ولكن قيس سعيد ارتأى أن يهمش الجميع ويستفرد بالحكم وبالتشريعات وبالقضاء، وبالتالي هو الذي يقول كلمته في كل مجالات الشأن السياسي والشأن العام. سيد لمياء، يعني ما هو السبيل لتغيير الواقع، أو هل ما زال هناك طريق لتغيير الواقع في تونس في ظل يعني تراجع الأحزاب خطوة للوراء والقرار بالانسحاب من مشهد الانتخابات القادمة؟ نعم، مع تحفظ صغير جدا ومع احترامي الشديد لرأي يعني ضيفكم الكريم، الأحزاب السياسية لم يستبعدها قيس سعيد، بل قاطعت كل خارطة طريق قيس سعيد وكل مسار قيس سعيد. ما قام به قيس سعيد منذ 25 جويلية نعتبره انقلابا ونعتبره خروجا عن الشرعية وعن دستور 2014 الميثاق الغليظ الذي نكته قيس سعيد، وبالتالي هذا الموقف موقف المقاطع هو موقف سياسي وليس موقف أمر واقع. نحن من اتخذ هذا الموقف، وعلى فرض أن كان حتى القانون الانتخابي يسمح بمشاركة الأحزاب كان سيكون ايضا موقفنا سواء في الجبهه او في الاحزاب المنضويه تحت هذه الجبهه، مثل حراك تونس الاراده الذي يعني انا الامينه العامه له. هذا موقف سياسي وهو موقف يعني بعقل بارد، موقف عقلاني بالمقاطعه، وكما تعلمون ان المقاطعه هي ايضا موقف وليست سلبيه ولا استبعاد. اذا قيس سعيد ليس له ان يستبعدنا اذا كنا نروم المشاركه. بالنسبة إلى كيف نرى المخرج، أو نحن سيدتي الكريمة نرزح تحت انقلاب بغيض منذ 25 جويلية، خرج عن الشرعية، خرج عن دستور 2014، خرج عن كل يعني الضوابط القانونية والأخلاقية. ليس لنا من سبيل إلا المقاومة، وسنظل هنا ثابتين مقاومين. نحن لسنا معارضة سياسية، نحن مقاومة سياسية لانقلاب غاشم يعني سلط على هذا البلد منذ 25 جويلية، ونعتبر أن السبيل الوحيد لتخليص تونس ولخلاص تونس هو العودة إلى الشرعية، العودة إلى المسار الديمقراطي، والعودة إلى دستور 2014 الذي نعتبره دستور الجمهورية التونسية والقائم إلى حد هذا الوقت، باعتبار وأننا شكراً. لا نعترف البتة لا بخارطة طريق قيس سعيد شكرا بمساره يعني برمته. شكرا جزيلا لك سيدة لمياء الخميري، الأمينة العامة لحزب حراك تونس الإرادة وعضو الهيئة التنفيذية لجبهة الخلاص الوطني. أشكرك سيد جلال الورغي الكاتب والباحث على هذه المشاركة.